إذن الجنة والنار هاتان دارا الخلود، دارا البقاء. جنة الله دار الثواب، وجهنم دار العقاب والعذاب. جنة الله رغبنا الله فيها، النار خوفنا الله منها. إذن يجب أن نرغب فيما رغبنا، وأن نحذر مما حذرنا، ونخاف مما خوفنا. فجاءت الآيات ترغب في الجنة، ترهب من النار. يقول جل وعلا في ترغيب الجنة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. ما قال امشوا سارعوا، بل قال أعظم من ذلك، قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم. أي فليكن بينكم مسابقة في الموضوع، السباق فوق السرعة يا إنسان، في سرعة وفي سباق يا إنسان، هذا هو. قال بل في أقوى من ذلك، قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أي التنافس وبذل النفس بالنفيس، هذا في جنة الله جل وعلا. كل هذا الترغيب أنت ما صار عندك رغبة، وما تحركت همتك، وما تنشطت، وإلى آخره. إيش هذا الخمول والكسل يا إنسان؟ إذا كنت ما عرفت أوصاف الجنة، فالله وصفها في القرآن الكريم وبينها عليه الصلاة والسلام. فهي جنة الله رغبنا، يجب أن نرغب فيها ونحبها، لأنه حببنا فيها، ولأنها دار ضيافته وكرامته وقربه ومجالسته ورؤيته ومحاضرته جل وعلا. فنحبها من أجله، دار الله.